اليوم غادي نديرو الكوب كيك ان شاء الله اونزومبل. عندي هنايا 150 غرام ديال الفرينه، عندي هنا توت باش غادي نزوق الكوب كيك من الفوق مع لا كريم شونتيي، عندي هنا خماره ديال لافاني وخميره ديال الكاطو، عندي هنا 4 ديال البيضات، عندي هنا 60 مليليتر ديال الزيت، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، سكر عادي ايكيفالونس ديال لي كويير اسوب 6 ديال المعالق الكبار ديال السكر، كاس الا ربع. نعاودو 150 غرام ديال الفرينه، 4 البيضات، السكر، الزيت، un paquet de levure chimique, un paquet de sucre vanillé. وعندي هنايا نص باكيت ديال لا كريم فريش اللي غادي نخلطها بالماء اولا بالحليب اللي بغيتو على حساب الذوق اللي باش غادي نزوق به الكوب كيك ديالي مع فوالا. دابا عندي العجينه ديالي على هذا القوام، هانتوما كتشوفوا مع الطحين مغربل، ما دار ليش الحبيبات كواور. فوالا دابا عندي العجينه ديالي على هذا القوام، هانتوما كتشوفوا مع الطحين مغربل، ما دار ليش الحبيبات كواور. ودابا غادي نقبط هاد لي مول هادو، هاد المول هذا اللي فيه القوالب ديال الكوب كيك. نجيب هاد لاباري هاني اللي فات ليا من قبل صوبت بهم البغرير، نخوي العجينه ديالي هنا ضربه واحده،
ودابا ما عندي غير نعمر بها. بسم الله ونشوف القياس، حيت دابا عندي هنا 2.4، عندي 12 كوب كاك. غادي ندير القياس ونحبس حتى الى شاطو ديك الساعه تبدا نزيد بشويه بشويه، نعمرهم بعدا هما الاولين، عاد نشوف شنو القياس بعدا اللي غادي ندير فيهم مع كبار. نزيد ثانيا، الفور ديالي راه مسخن، سخنتو على 160 درجة. عندي 10 دقائق باش سخنتو. فوالا دابا هادشي اللي بقى ليا، بدنا نزيد بشوية بشوية. دابا اللي عمرو نقدر نعمر كل وحدة، نزيد فيها شوية. كيوسخش الحاشيات وكيتحط نقي. هانتوما كتشوفوا دار ليا 12 الحبة. من بعد نتلاقاو، من بعد الطياب نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما طابوا لي كوب كيك خرجتهم من الفرن، كنت حطيتهم على 160 درجة. ودابا طلعت لا شونتيي، هانتوما كتشوفوا طلعت لا شونتيي هنا كان، وخليته حتى برد الكاطو. ما خصكمش تحطوا لا شونتيي والكاطو سخون. فوالا انا دابا طلعت لا شونتيي ديالي، كنستعملها كنزوق بها بحال هذا الشكل. فوالا صدقوني كيجيو بنينين، تبارك الله كيجيو بنينين بلا شونتيي بالفخيز. ما شهيتكمش؟ بغيتو لا شونتيي ديرو لها لي كولور، الصفار الاحمر، وين بغيتو انا يبقى هكا مع لي فخيز روج، يجي الابيض مع الروج غيجي زوين هائل. فوالا اللي شتو عاوتاني بقى يطيح تاني، عاود نعاود نزيد ليه. فوالا حيت الكاطو كيشرب داك
الفزوقية ديال لا شونتيي، هو اللي كي لا شونتيي كتخلي الكاطو يرطب. فوالا هنا ساليت، دابا غنزيدو الديكوراسيون ديال الفريز، كنحطوه هكذا باش يحسن مع كبير. نحطي الصغر شتي كي كيجيو البيض مع الغوش تيجي غزال. تاعي الكبير نحيد، فوالا هانتوما شفتو كيجي على هاد الشكل هذا. انا رجعت لكم خوتي خواتاتي، انا قدمت لكم الطبق ديال هاد النهار لي كوب كيك مع لا كريم فريش و الفراوله لي فريز. هانتوما كتشوفوا تبارك الله طلعوا زوينين. قولي ربعه ديال البيضات خرجوا لي 12 الحبه، حبات كبار لي ميني كيك هانتوما كتشوفو تبارك الله كبيبرين. ايوا مبقى ليا غير نودعكم ان شاء الله ونقول لكم بسلامة. اون اوتر ريسيت ان شاء الله. بسلامة عليكم، بصحة فطوركم، الى الملتقى.